الله اهم حاجه الاقي بس الزوج الصالح. مواصفاته ايه بقى؟ بص يا ستي هو طويل شويه. يا طب بلاش، ايه العيوب اللي مش تقبليها في الراجل اللي هتتجوزيه؟ والله ما احنا ما بنشوفش العيوب، يعني مش هقدر ارد عليكي انت صديقتي، مش هقدر ارد عليكي الحاجات اللي هي العاديه، يعني احنا ما بنشوفش، مفيش حد بيشوف العيوب، يعني احنا نتمنى تبقى لسه طويله عريضه كده العيوب كذا كذا كذا، لكن فعلا انت ما بتشوفيش العيوب بتاعه البني ادم يعني. يعني انا شخص عصبي جدا، عصبيه جدا، ممكن عصبيتي تبوظ الدنيا خالص. وترتني انت. لا انا بص انا معروفه عني العصبيه بس طيبه جدا وقلبي طيب جدا و عناديه جدا جدا، عناديه وما بسيبش حقي خالص في اي حاجه، يعني يعني فاهم، يعني انا مسلمه والحمد لله، بيتقال العين بالعين والسنه بالسنه والبادي اصلا في كل حاجه بقى، يعني حتى مع صاحبتي لما اعرف ان لازم اواجهها واقول لها شخصيه غريبه شويه، يعني بحاول ان انا لا ما بسيبش حقي خالص خالص. طيب ريم لو حبت تاني واكيد هتحبي تاني وان شاء الله، ويمكن ما اكون بحب، لاي مدى هتضحي؟ يعني في نقطه معينه مش هتضحي هتوصلي لها؟ بصي والله ما اعرف صدقيني، يعني برضو انت مش بتمسكي كتالوج، بس اكيد اتعلمتي من تجاربك اللي فاتت ان انا لا، محدش حبيبتي بيتعلم صدقيني، يبقى كلام يعني كلام، محدش بيتعلم، بتقدري تتعلمي، يعني في ناس كتير قوي بتخش تجارب وتخرج منها وتفشل وتخش تاني وتفشل، ما كانوش فشلوا لتاني مره، فهمتي؟ بس ممكن تكون الاسباب مختلفه، يعني السبب الاولاني مش زي السبب التاني، اكيد بس في بوينتس تبقى موجوده مش هتك اخطاء مش هكررها تاني، لان يعني ما انا مش عارفه اخطائي ايه عشان اكرر ما اكررهاش. ما مش عارفه ايه اخطائي اصلا. طب لو عندك الاختيار او انك تكرري من الاول، تفضلي انك ترتبطي بفنان ولا بشخص بره نص فن؟ قلبي اول ما قلبي عارف قلبك وعقلك الاثنين كده يبتدوا يتخبطوا، ما مش انت برده مش هتعرفي الهويه ايه، هو فنان مش فنان الله اعلم. تطلعي وتقولي انا اتخنت، انا بالظبط مفيش مره ندمتي على تصريحه قلتيه، يعني مفيش مره قلتي يا ريتني ما قلت، في 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 شغلي يعني ولا في الحياه الشخصيه؟ في الحياه الشخصيه لا خالص، لا 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 خالص تمام، لا لا مفيش، اصل يعني زي ما انا بقول لك في ناس يعني بتحصل لها ممكن تتخين، على فكره الخيانه مش لازم ست وراجل، ممكن بيني وبينك حكي لك على سر فانتي خنتيني، فاهمه قصدي؟ فالناس بتتكسف، انا لا انا شايفه ان لا ما تكسفيش، لان بتحصل حاجه من ايام التاريخ يعني، فاهمه؟ بتقول لك انا عن نفسي يعني حابه ان ان ناس كتير تقلدني تعمل كده، عشان كده انا حابه ان ابقى انت الاهم. انت اعتذر عشان خاطر الراجل، عشان خاطر الجواز قال لك اقعدي؟ لا هو قال لي اقعدي، لا ما هو مش امر، هو مش اوردر، فقال لي اقعدي فانا قعدت، هو مش اوردر يعني، انت بتكرري وقت ما تبقي انت يعني دي حاجه من عند ربنا، تبقي انت مش عايزه تكملي تاني، بس دي ما اعرفهاش الله اعلم، يعني ممكن اقول لك دلوقتي لا بس بالشغل عشان خاطر الراجل، ممكن ابقى في قصه حب فظيعه واسيب شغلي. باي باي. باي باي. نورتي.